بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما، إنك أنت السميع العليم، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، اللهم آمين. نبدأ اليوم درسا جديدا من دروس لغتي الجميلة للصف الرابع الابتدائي. ننطلق لمدخل الوحدة الثانية بعنوان مناسبات ورحلات، سنتناول فيها أنشطة تمهيدية وكذلك المسلم والعيد. إذا ننطلق فيها مع هذه الوحدة. حسنا، عنوان وحدتنا مناسبات ورحلات. إذا هنا نشاط قومي به أنت وأسرتك عزيزتي، اطلبي من أسرتك مساعدتك في تنفيذ بعض الأنشطة، وهي كأن تلعبي معهم. أحد الأطراف يقوم بذكر مناسبة والطرف الآخر عبارة ملائمة لهذه المناسبة، واستمتعي بذلك. نبدأ صغيراتي، أتأمل المشاهد ثم أجيب. انظري هنا أمامك مجموعة من المشاهد، سنجيب عن الأسئلة المتعلقة بكل مشهد. ماذا ترى في المشهد؟ أحسنتن، رجل نعم بيده الحلوى، ماذا اشترى؟ أحسنتم، إذن في المتجر يشتري قطعة حلوى، رائعات. ماذا يفعل الناس في هذا المكان؟ أحسنتم، يستمعون إلى الخطيب، نعم. طيب من الأشخاص الذين في الصورة؟ نعم، الأسرة مجتمعة. ماذا يفعل الولد الممسك بيد أبيه؟ رائعات، يقبل يد والده. ما رأيك في هذا السلوك؟ نعم، أقول سلوك حسن يدل على حسن الأخلاق، نعم. إذن انظري أيضا نكمل، لماذا يظهر السرور على الأطفال هنا؟ أحسنتم، أقول فرحين بمناسبة حلول العيد. ماذا يفعل هذا الولد هنا؟ يقدم نعم هدية، لمن يعطي الهدية ولماذا؟ المحتاج، أحسنتم، ليشاركه الفرح. طب لماذا يبتسم هنا كما ترين؟ أحسنتم، ليتشارك معه الفرحة. طيب ما رأيك صغيرتي في مساعدة الفقراء في العيد؟ واجب علينا أن نساعدهم، رائعات أيضا، نتشارك سويا الفرح، أحسنتم، هذا التصرف جميل، بارك الله فيكم. قدم نصيحة لزملائي في الصف في مثل هذه المناسبة السعيدة. كل طالبة الآن تقدم نصيحة لزميلاتها، أحسنتم، أزور الأقارب، ممتاز، أساعد المحتاجين، أتصدق على الفقراء، أحسنتم. إذا ننتقل للمشهد الأخير، ماذا يفعل الأولاد في هذا المشهد صغيراتي؟ أحسنتم، يلعبون. ماذا يسمى هذا المكان؟ رائعات، مدينة الألعاب. طيب كل طالب الآن تذكر لي ثلاث أسماء لألعاب مختلفة تفضلها. أنت صغيرتي أي الألعاب تفضلين؟ إن كنت تفضلين نعم، رائعات. إذا كل طالب الآن تذكر أي لعبة تفضلها. حسنا صغيراتي، أقرأ النشيد الآتي. طبعا ننتبه أثناء القراءة تكون قراءتي جيدة. و أقبل العيد، أقبل العيد فأهلا بتباشير السعود، قد نعمنا بسرور ما عليه من مزيد، وحبانا أبوانا بالهدايا والنقود، وخرجنا نتحلى فيه بالثوب الجديد، وتصافحنا بأيدينا على صدق العهود، ومضينا بالتهاني لقريب وبعيد. فأتي يا عيد وأفرح أمة الجيل السعيد، امضي يا عيد وعد
باليمن في عهد حميد، يا بني العرب بقيتم للعلا في كل عيد. لك صغيرتي أن تعودي إلى الباركود الموجود هنا معك حيث تستمعين إلى هذا النص الشعري. هنا تباشير يقصد بها الأوائل، ذلك السعودي هنا المراد بها الأفراح، حبانا أي منحنا هنا منحانا، واليمن هو البركة. إذا صغيرتي انتقلي معي إلى التالي، تأملي الصور الآتية ثم أجيب. تأملي هذه الصور ولاحظي أن كل صورة وضع عليها رقم. معي يا رابع، إذا كل صورة هنا وضع تحتها رمز، تأمليها، رقم معين. نعم، الصور التالية انظري لها. إذا أمامنا ثماني صور، معنا الآن ثمان صور، نتأملها جيدا حيث أنا نجيب على التالي. واضح يا رابع؟ حسنا، اكتب رقم الصورة تحت الجملة الدالة عليها. دوار حاتم الطائي في حائل، أي رقم لها؟ دوار حاتم الطائي سيكون رقم، عودي للصور مجددا، أحسنتم، رقمي 4 في حائل. صغيراتي انتبهي، نعم. طيب ننتقل للتالي الآن، إذا رقمه 3، دوار حاتم الطائي هو رقمه 3. انظري للمبخرة هنا، هذا هو الدوار المحاطة بالدلال، إذا هذا نسميه دوار حاتم الطائي. طيب برج بريدة في منطقة القصيم، أحسنتن، رقم 4. مطار الملك خالد في الرياض، نعم، رقم 2. واحة الأحساء في المنطقة الشرقية، ونعلم أنها الآن أصبحت في منظمة جينيس، موسوعة جينيس، دخلت حصلت على المركز في أكبر واحة للنخيل، نعم هي رقم 1. المسجد الحرام في مكة المكرمة، أحسنتن، الصورة رقم 6. جبل أحد في المدينة المنورة، نعم، الصورة رقم 8. جزر فرسان في جازان، نعم، الصورة رقم 5. طيب مدينة الملك سلمان للطاقة في المنطقة الشرقية، أحسنتن، رقم 7. حسنا، التالي، أقرأ البطاقات الآتية ثم أكتب مناسبة كل بطاقة. هنا صغيرتي، قريتي الصغيرة ترحب بك فحياك الله. ها، نضع عنوانا المناسبا لهذه البطاقة. أحسنتم، بطاقة دعوة، هنا ندعوك لزيارة القرية. حسنا، لا بأس، طهور إن شاء الله. أحسنتم، الشفاء من المرض. عيد سعيد، تهنئة، أشكرك على هذا الجهد الطيب. بطاقة شكر، نعم صغيراتي، وهذه البطاقة إذا تبادلناها تزيد من الفرح والسرور المتبادل فيما بيننا. واضح صغيراتي؟ حسنا، ننتقل للتالي. أرسم أمامي كل هدية بطاقة صغيرة وأكتب فيها عبارة قصيرة تدل على المناسبة. انظري الآن أمامك هنا مجموعة من الصور. حسنا، نبدأ، الشفاء من المرض، الشفاء من المرض، نكتب، نعم، عبارة. إذا أقول أحسنتم، حمدا لله على سلامتك، رائعة. طيب انظري هنا، العيد، البطاقة المناسبة التي سنرسمها، عيد سعيد، أحسنتم، أو كل عام وأنتم بخير، رائعة. طيب السكن في منزل جديد، أحسنتم، منزل مبارك، نعم. طيب شكرا على الدعوة هنا، نشكرهم، أحسنتم. إذا أقول شكرا، جزاك الله خيرا. طيب والتخرج من الجامعة، أحسنتم، ألف مبروك التخرج. إذا هنا نكتب عبارة مناسبة، كل طالبة لها أن تتخيل العبارة المناسبة. واضح يا رابع؟
مثلا صغيراتي، ننتقل للتالي. إذا أضع علامة خطأ فوق العبارة التي تمثل السلوك الخاطئ. أمامنا مجموعة من العبارات، فقط نتخيل السلوك الخاطئ، نضع أمامه خطأ. أنام النهار كله لأتمكن من السهر ليلا، صحيح أم خاطئ؟ نعم، إذا نضع علامة خطأ. أتصدق على الفقراء والمحتاجين، إذا نتركها فهذا التصرف صحيح، ونحن إن شاء الله هذا هو نهجنا في الدين الإسلامي. ألعب في التراب حتى تتسخ ملابسي، أنتم إذا أقول خاطئ هذا التصرف. أذهب مع أبي لأداء صلاة العيد، أذهب مع أبي لأداء صلاة العيد، نعم تصرف صحيح. أقبل رأس أبي وأمي وأدعو لهما، أنتم إذا أنت صغيرتي من الآن فصاعدا اعتمدي هذا السلوك. أشكر كل من قدم لي هدية، أحسنتم، هذا التصرف صحيح. أسخر من العادات التي لا أعرفها، يا رابع لم نبتعد عن السخرية، هذا التصرف خاطئ جدا. أحافظ على نظافة كل مدينة أزورها، نعم وهذا واجبي تجاه وطني، أحافظ على نظافة الأماكن. أكتب مذكرات عن زيارتي لكل مدينة أو قرية، أحسنتم، إذا تصرف صحيح، وهذه تنمي ملكة الكتابة لديك صغيرتي. أكرم من حل ضيفا على مدينتنا، أحسنتم، تصرف صحيح، إكرام الضيف من التصرفات الصحيحة، أحسنتم. حسنا صغيراتي، ألح على والدي عندما أطلب شيئا، نعم هذا التصرف خاطئ جدا، يجب أن أبتعد عن مثل هذه التصرفات. إذا هذه هي صغيرتي الإجابات كما ترينها الآن. صغيراتي ننتقل للنشاط الذي يليه، يعني رابع ننتقل الآن للنشاط التالي. أقرأ الأعمال الآتية وأكتب أرقامها في المجموعة المناسبة، لدينا مجموعة من الأعمال من 1 إلى 11، هناك أعمال أقوم بها قبل الرحلة وأعمال أخرى في يوم العيد، معي يا رابع؟ حسنا، الاغتسال، نعم في يوم العيد، ذبح الأضحية، أنتم يوم العيد، فحص السيارة والتأكد من جاهزيتها للرحلة، أحسنتم، إذا هذا الموضوع أقوم به قبل الرحلة، ذلك حفاظا على سلامتي. توزيع الأضحية على الفقراء والمساكين، أحسنتم، يوم العيد، وستتعرفون على سنن يوم العيد إن شاء الله بشكل أكثر عمقا ودقة في مادة الفقه في الأعوام القادمة. اتفاق على مكان الرحلة وموعدها، أحسنتم، قبل الرحلة صلاة العيد، نعم يوم العيد، إذن استقبال المهنئين بالعيد، أحسنتم، يوم العيد، إعداد ما تحتاجه الأسرة من أدوات ولباس، أحسنتم، قبل الرحلة، توزيع المهام والأدوار بين أفراد الأسرة، نعم قبل الرحلة، زيارة الأقرباء والأصدقاء، يوم العيد، أحسنتم، توديع الأهل والسلام عليهم، إذا قبل أن نذهب للرحلة نقوم بهذه الأعمال. بارك الله فيكم يا رابع، هذا هو الحل كما ترينه، أحسنتم. ننتقل صغيراتي إلى النشاط القادم. يضم وطني العديد من المدن والقرى مثل الدمام، رويغب، ساجر، الزلفي، الحوميات، الخبر، النبهانية، الفوارة، عنيزة، المجمعة، نجران، الهدار، عرعر، القصب، أبها، الجحفة، تبوك، ينبع، المراح، وكذلك لوقة. صنف المدن والقرى في الجدول التالي، قسم هذا الجدول إلى مدن وقرى
كلنا نعلم أن المدينة تتميز بمميزات والقرية كذلك، سنتعرف عليها إن شاء الله في النشاط القادم. نبدأ الآن بالتصنيف. إذا مدينة الدمام أحسنتم، نضعها في المدن. رويغب، ها صغيراتي، نعم في القرى. ساجر، نعم هنا أضعها في المدن. حسنا، الزلفي، أحسنتم في القرى. الحوميات، نعم في القرى، سواء محافظة إذا ستنظمها في القرى. الخبر، مدينة. النبهانية، نعم في القرى. الفوارة أيضا تضم في القرى. عنيزة، أنتم من المدن. المجمعة، نعم مدن. نجران، أحسنتم من المدن. الهداف، رائعات، إذا هي في القرى. عرعر من المدن. القصب، أحسنتم في القرى. أبها، نعم هي من المدن. الجحفة، ضم في القرى. حسنا، تبوك من المدن. ينبع أيضا من المدن، رائعات. المراح، ولوقة، إذا نضمها في القرى. بارك الله فيكم. إذا هنا صغيراتي سنقارن بين المدينة والقرية من حيث العناصر المدونة في العمود الأول. على هذه العناصر سنقارن صغيراتي. عناصر المقارنة، المباني في المدينة، كيف ترين المباني؟ أحسنتم، عالية. وفي القرية، نعم إذا أقول منخفضة وقليلة. في القرية نجدها قليلة عكس المدن. طيب الطرق، معبدة. طيب في القرية ناها ضيقة وغير واسعة. الهواء، أحسنتم، ملوث. أما في القرية نجد هنا نقي. نعم عدد السكان في المدن، نعم كثير، بخلاف القرية نجده قليل. الأعمال، متعددة، نعم وفي القرية محدودة. حسنا صغيراتي، أيهما أفضل أن تكون زيارتي في الإجازة الصيفية؟ إلى مدينة من مدن وطني أم إلى قرية من قراها، مع بيان السبب شفهي. أنت تفضلين في الإجازة تذهبين إلى أين صغيرة؟ أنا بالنسبة لي أفضل الذهاب إلى القرى، لأنني أصلا أعيش في القرى فأستمتع بجمالها، بهدوئها، وبهوائها النقي. أحسنتم، أنت لك حرية الاختيار. إذا حسنا صغيراتي، ننتقل الآن إلى الدرس القادم. درسنا الآن نص المسلم والعيد. إذا الآن من خلال هذا النص بإذن الله تعالى سنقرأه، ثم نجيب عن الأسئلة، ثم نعود إلى قراءته لنستمتع بهذا النص. حسنا صغيرتي، المطلوب الآن المسلم والعيد. أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيب. إذا صغيرتي نتذكر الالتزام بالوقت المحدد، آداب القراءة الصامتة. اثنان، لا ننسى أن فقط أحرك العينين دون الشفتين. نعم أستخدم قلما للكتابة. بارك الله فيكم. إذا الآن كل طالبة تقرأ فقط من مدى فهمها القراءة. انتهينا. حسنا صغيراتي، أستخرج من النص الكلمات التي تدل على المعاني الآتية. من تربطك بهم علاقة رحم، ماذا نسميهم؟ أحسنتم، أقارب. من يجاورك في المسكن؟ أحسنتم، الجار. قد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار حتى كاد أن يورثه. نعم، دعا بعضه بعضا نسميها تداعي، رائعات. إذا سننسج على نمط الأول، ننسج على نمط الجملة الأولى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، مثل الجسد الواحد، مثل التلميذ في اجتهاده وسعيه في طلب العلم كمثل. أحسنتم، المجاهد في سبيل الله. حسنا، هاتي مثالا آخر على نفس النمط. مثل الطبيب في عمله، أحسنتم كمثلي، رائعات.
تنتم المجاهد. بارك الله فيكم. إذا صغيراتي هنا، تم العبادة العظيمة التي تسبق عيد الفطر وعيد الأضحى. العبادة العظيمة التي تسبق عيد الفطر هي، أحسنتم، الصيام شهر رمضان من الأشهر العظيمة التي ننتظرها في السنة لنؤدي هذه العبادة التي نتقرب بها إلى الله تعالى. العبادة العظيمة التي تسبق عيد الأضحى، نعم، الوقوف بعرفة. أحسنتم. عقيدة الحج إذا لها عدة أركان وواجبات. حسنا صغيراتي، ما موقف المسلم من إخوانه المحتاجين؟ أنت الآن ما موقفك إذا مررت بشخص محتاج؟ رائعة، مساعدته مد يد العون له. أحسنت. حسنا صغيرتي الآن أعيد كتابة صيغة التكبير التي وردت في النص، نتذكرها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذا نعيد صياغتها كتابتها هذه الصيغة مراعية قواعد خط النسخ التي سبق وأن تعلمتها. حسنا صغيراتي، التقط من السطر التاسع الكلمات التي بدأت بهمزة، ثم نبين نوع الهمزة، هل هي همزة وصل أم همزة قطع؟ معي رابع، نعود للسطر التاسع الآن. انظري هنا، السطر التاسع. أحسنتم. أخاه، نوع الهمزة هنا، نعم، همزة قطع. أنت، أحسنتم، همزة قطع. أعاده، ممتاز، همزة قطع. الخير، البركات، البيوت، إذن جميعها همزة وصل. حسنا صغيرة، تخرج من النص ثلاثة أسماء، ثلاثة أسماء وثلاثة أفعال وثلاثة حروف، وأكتبها في المكان المناسب. أسماء، أحسنتم، المسلم اسم، العيد اسم، نعم، نعم أيضا، أحسنتم، الأضحى اسم. طيب نستخرج الآن أفعال، يحتفل فعل، ممتاز، يفرح، نعم، أحسنتم، يكبرون. طيب نستخرج الآن حروف، في، ممتاز، الواو، أحسنتم، أيضا حرف آخر، أحسنتم، من، رائعات. إذن صغيراتي، العيد في الإسلام فرح، يحتفل المسلم كل عام بعيدين، ونحن أيضا نحتفل بهذه المناسبة العظيمة التي ننتظرها في كل عام. المطلوب أميز الجملة الإسمية من الجملة الفعلية وأذكر السبب. ها صغيراتي، ميزي بينهما. نعم، الأولى جملة إسمية، ما السبب؟ أحسنتم، بدأت باسم كلمة العيد. طيب والثانية، رائعات، جملة فعلية، ممتاز، السبب، بدأت بفعل يحتفل. بارك الله فيكم يا رابع. ننتقل للنشاط التالي، أضع عنوانا مناسبا يوضح الدلالة العددية لكل حقل بما يأتي. أذكر، الدلالة العددية أي مفرد أو مثنى أو جمع. المسلم والأب، ما الدلالة العددية لهما؟ أحسنتم، مفرد. حسنا، فرحتين، العيدين، الدلالة العددية لهما؟ رائعات، المثنى. تبقى لنا الآن الأطفال، النقود، ممتاز، الجمع، ونوع الجمع هنا صغيراتي جمع تكسير، سنتعرف عليه إن شاء الله أنواع الجموع. حسنا صغيراتي، إذا هذا هو الحل. إذا ننتقل الآن إلى التالي صغيراتي، الكلمات الملونة في النص ثلاث مجموعات بحسب آخرها، ثم أسمي كل مجموعة منهما.
انظري معي صغيرتي، الآن سنصنفها. المجموعة الأولى، معي يا رابع، المجموعة الأولى كلمات تنتهي بماذا؟ ها؟ أحسنتم، طاعته، أخاه، والديه، أقاربه. إذا بماذا تنتهي؟ وسنتعرف عليها إن شاء الله هذه الظاهرة الإنذائية. أحسنتم، بالهاء المربوطة، تكون ظاهرة إنذائية معنا إن شاء الله. المجموعة الثانية، العبادة الجديدة الصبيحة الراحة. أحسنتم، إذا هذه الكلمات انتهت بتاء مربوطة. طب المجموعة الثالثة، الزيارات، البركات، البيوت، أمهات، رائعات، كلمات انتهت بتاء مفتوحة. إذا بإذن الله تعالى هذه ستكون الظاهر الإنذائي التي سنتعرف عليها بشكل أعمق في الحصة القادمة. إذا الآن أقرأ النص قراءة جهرية مع مراعاة مهاراتها. القراءة الجهرية، سلامة النطق، السرعة، تمثيل العبارة. حسنا صغيراتي، نبدأ الآن. المسلم والعيد، يحتفل المسلمون كل عام بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فبعد صيام رمضان يفرح المسلمون بعيد الفطر لأنهم صاموا شهرهم وأطاعوا ربهم. وبعد الحج يفرحون بعيد الأضحى المبارك. العيد في الإسلام فرح بعبادة الله وطاعته، وشكر لله على تمام العبادة. يخرج المسلمون في صبيحته إلى الصلاة بالثياب الجديدة، وهم يكبرون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ثم يعودون إلى بيوتهم لاستقبال المهنئين وتبادل الزيارات، حيث يلتقي المسلم أخاه فيقول له: كل عام وأنت بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. وفي البيوت تقدم الحلوى، كثير من الزائرين يهبون النقود للأطفال لتكون فرحة الأطفال بالعيد فرحتين. والمسلم في صبيحة العيد يسلم على والديه ويأنس بإخوانه وأصدقائه ويزور أقاربه ويتفقد جيرانه ويحسن إلى المحتاجين ويعطف عليه، مستحضرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. خرج مسلم والبخاري. إذا صغيراتي أنت اقرأي النص قراءة جيدة محققة كل ما هو مطلوب. أشير إلى كل صورة مما يأتي باسم الإشارة المناسب لأميز المذكرة من المؤنث. الآن أسماء الإشارة، منها ما أعد للمذكر ومنها ما أعد للمؤنث، أميز بينهما صغيراتي. أنتن، هذا ولد، أقول هذا أحمد، أي اسم مذكر؟ والتالي، أحسنتم، هذه نافذة، نعم. طيب الصورة الثالثة، هذا باب، نعم. والأخيرة، هذه هند، هذه بنت، هذه سارة، لك ما شئت صغيرتي. حسنا، ننتقل لي، أقرأ وأختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. الآن اتفق أحمد وأيمن على أن يقدم كل واحد منهما نصيحة للآخر، فقال أيمن: قل الصدق دائما وأكرم جارك وصل أرحامك. وقال أحمد: لا تغضب ولا تسخر من غيرك
ولا تقصر في خدمة والديك. هذه نصيحة أنا هنا أوجهها لك صغيرتي، فمن أجمل النصائح التي مرت علي. النصيحة الأولى: يطلب أيمن من أحمد أن يقوم بماذا؟ أحسنتم، بأداء أعمال ويكف عن هذه الأعمال. وهي ما هي الأعمال؟ تذكرها؟ نعم، قول الصدق، كلنا يجب أن نحرص على قول الصدق. اثنان: رائعات، إكرام الجار كما أسلفت، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، وهذا من فضل الجار. نعم، صلة الرحم، كلنا نعلم الفضل العظيم لهذه الصلة. إذن استخدم أسلوب ماذا؟ قل، أكرم، صل، لا تغضب، لا تسخر، لا تقص. نعم، أسلوب الأمر وأنه. طيب نأتي للنصيحة الثانية: يطلب أحمد من أيمن أن يقوم بماذا؟ نعم، يقوم بأعمال ويكف عن هذه الأعمال. ما هي؟ الغضب. أنت صغيرة أيضا ابتعدي عن الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى أعرابيا أنا أراد أن يصيغ، قال لا تغضب، وكررها. أحسنتم، الابتعاد عن السخرية وكذلك التقصير مع الوالدين. استخدم هنا أسلوب نعم الأمر وأسلوبي النهي. حسنا صغيرتي، إذن بإذن الله تعالى هذا هو الأسلوب اللغة الذي سنتعرف عليه في الدروس القادمة. يفرح كل منا بالعيد ويزداد فرحه وسروره بوجوده بين أسرته وأقاربه، لكن فئة من الناس تقضي العيد بعيدا عن أهلها وأبنائها، كالعاملة المنزلية والسائق وغيرهما من العمالة الواحدة. قال لك صغيرة، برأيك كيف نعوضهم عن هذه الغربة وندخل عليهم السرور والفرح في يوم العيد؟ أنت من كانت لديكم عاملة أو سائق، كيف تستعوضينهم؟ نعم، تقديم لهم الهدايا، مشاركتهم الفرح معنا، توزيع عليهم الحلوى. نعم، المعاملة الحسنة دائما صغيرتي، الخلق الحسن يدل على جمال صاحبه. إذا أنت صغيرتي احرصي على حسن الخلق، فله منزلة عظيمة في الجنة. بارك الله فيكم صغيراتي. إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا لهذه أو لهذا الأسبوع. إن شاء الله نلتقي مع دروس أخرى إلى ذلك الحين.